متابعي راديو ام، اهلا بكم في هاشتاغ نيوز. اصدر بنك الجزائر الورقه النقديه الجديده من صنف 2000 دينار جزائري تخليدا للذكرى 68 لثوره التحرير ولانعقاد القمه العربيه في طبعتها 31 بالجزائر العاصمه. وتوسع الجدل حولها من على شبكات التواصل الاجتماعي ليصل الى الاكاديميين والسياسيين، وكانت كتابه 2000 دينار النقطه التي اثارت حوارات لغويه وتاريخيه، اذ استغرب الشارع الجزائري غياب الهمزه فوق الالف، وبين من وصف الامر بالخطا اللغوي ومن اعتبر ما حدث كتابه صحيحه. وانتقد آخرون استخدام اللغة الإنجليزية بجانب العربية وتجاهل الأمازيغية اللغة الثانية في البلاد، بينما بكى فريق ثالث إسقاط الفرنسية من الذاكرة. وكانت التعليقات كالآتي: يزيد جريدي يقول: وأجمل ما فيها اللغة الإنجليزية بدل الفرنسية، تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهداء الأبرار. كمال بوطاس يقول: جميلة والأجمل فيها أنها تحمل اللغة الإنجليزية بدل الفرنسية، نتمنى أن تكون ذات قيمة معتبرة في المستقبل القريب إن شاء الله. محمد الأمين يقول: علاش كاتبين بالإنجليزية؟ الأوراق السابقة لا توجد بها لغة أخرى، هذه كارثة. أكرم يقول: لو كانت حروفها بالأمازيغية لتغيرت انتقادات البعض إلى مدح وتفاؤل. صنع التلفزيون العمومي الجزائري الجدل وبات محل سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بعد نشره لخبر عاجل يتعلق بإلقاء القبض على المدعو يعقوب بلحسيني المتهم في قضايا النصب والاحتيال من قبل السلطات الأمنية القبرصية ونظيرتها الجزائرية، في حين أن الخبر لا أساس له من الصحة. وتناقل الخبر عدد كبير من وسائل الإعلام في الجزائر باعتبار أن مؤسسة التلفزيون الجزائري مؤسسة رسمية، ولم تمر ساعات حتى حذفت المؤسسة الرسمية الخبر دون أن تقدم توضيحات للرأي العام، يتبين بعدها أن الحادثة تكاد تشبه قصص أفلام هوليوود. ما يقوم به المدعو يعقوب بلحسيني ليس وليد اليوم، بل سبق وأن تلاعب بمؤسسة تلفزيونية أخرى استضافته عبر مكالمة هاتفية وقدمته على أساس مستشار للجزائر في الأمم المتحدة، كما تلاعب بوزراء سابقين وشخصيات سياسية ودبلوماسية بحسب بيان لوكالة الأنباء الرسمية. وكانت التعليقات كالآتي: هاشمي عرادة يقول: من يزود الشاب بأرقام هواتف المسؤولين؟ هاو بزاف صارت بهدايل. فريد بن عيسى يقول: عند الدول المحترمة فضيحة كهذه كانت تكلف العديد من المناصب. سليم يقول: حتى نبرة صوته واضحة جدا أنه شاب صغير، لكن استطاع أن يتلاعب بعقل مسؤول كبير، صراحة شيء محير. عبد الرحمن يقول: ومن أعطى له أرقام هواتف شخصيات كبيرة؟ ديزاد أنتي عياش يقول: شكون قال بلي المتحدث الثاني مش نصاب وعاملين سيناريو؟ بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العدد، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، سلام.